ما قصد بطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفنا جورج زكريا owner of Zacks ميك اب جيرماني. رح نحكي عنه هالبرودكت الجديد اللي عم بتشوفوه يمكن بالاسواق او اذا بعد ما عرفتوا عنه. هيدي الحلقة اكثر تنحكي بتفاصيل. اهلا وسهلا فيك جورج. اهلا وسهلا فيك. جورج مغترب بس على طول عندك بزنس بلبنان، وبتروح وبتجي على لبنان مثل طالع على الشمال وراجع يعني هالقد. اهلا وسهلا فيك. خبرنا ليش طلعت فكرة زاكس وليش الاسم زاكس؟ اول شيء اول شيء اسمي جورج وعائلتي زكريا. نحن بلشنا اتس فاميلي بزنس بالاول شيء. حبينا نطور هالفاميلي بزنس. كان عندنا اول شيء فرانشيز من امريكا. رجعنا طورنا انه نقدر نخلق نحن البراند تبعنا، وبما انه حبينا نكون شيء ريليتد للاسم زكريا. زاكس اللي هي كذا زكريا، عملنا زاكس. حلو. بقى طلعت معنا فكرة زاكس. ومركب ميك اب جيرماني هي بتتصنع بالمانيا. أوكي. مع شركة المانية. لانه ما عندنا تصنيع بلبنان. بقى حطينا الاسم على هذا البراند. حلو. البراند انا بستعمله لانه نحن كل يوم يعني انا بعمل ميك اب عند يارا زكريا فولا بيوتي لاونج، وكمان مع سوزي عقيقه. ويارا بعتقد انا من اول الناس اللي جربت عليهم هالماركه يلي كثير مهمه وكثير حلوه، من فاونديشن، من اومبر، من باودر، من جلوس، والحمره الروعه اللي هلا رح نحكي عنها كمان اللي ما بتروح، واشياء ثانيه برودكتس. بس هاللاين كتير موجود بالسوق بلبنان. صحيح. ومنعرف شركات كتير مهمة وكتير كبيرة بتفوت بإنتاجات ضخمة بمسلسلات أو بكليبات. كيف كان عندكم الجرأة أنه تبلشوا من زيرو، لأنه زاكس ما حدا سامع فيها جديدة عم نحكي، وما خفت أنه يضاربوا غير شركات مثلا؟ أوكي، رح بلش بآخر نقطة برجع بلش أول وحدة. قصة خفت هي شغلة كتير مهمة أنه واحد يخاف. الخوف هو اللي بيخليك تخليك توعي على الاشياء شو لازم تعمليها. اذا تكون كثير مرتاحه وضعك معقول تفشلي. بقى لازم واحد يخاف، لازم واحد يجرب يلاقي الشيء المزبوط. هلا ليه زاكس وليش ليه ما خفنا؟ نحن الايديا تبعنا كانت انه اذا بتروح حيا لبراند ميك اب ثانيه، حيا لبراند ميك اب تنقول تنفوت بالليب جلوس عندها بين ال 10 ل 15 20 ليب جلوس. في عندك 6-7 الوان هن المين كولرز اللي بيمشوا عنا بلبنان حسب لون البشره تبعنا، صيف وشتاء اتسترا. نحن شو قدرنا نعمل؟ نحن قدرنا نجيب نفكر شو اكثر شيء البنت اللبنانيه عايزه. اول شيء خلقنا من كل هالبراندز احسن الوان، شفنا شو عملنا مثل ستاتستيك، قدرنا ناخذ من كل هالالوان احسن الوان لنطبقها بزاكس. يعني اليوم بدل ما تروحي تاخدي قلم حمراء من عند فلان فلاني وتروح على محل تاني، صاروا كلهم موجودين بهذا البراند. حلو. بشكل كومباكت. حلو. واللي شفناه واللي انا شفته هلا المشاهدين بيرجعوا بيشوفوا لاحق عن الصور، بس يلي شفته انه اوقات نحن مثلا نشتري كذا جلوس. صح. او كذا كونتور او حمراء بنخلط الالوان تيطلع اللون اللي بدنا اياه. عن جد يلي عملتوه الكومبينيشن كثير ناجحه، وبعتقد انه بس يجربوها المشاهدين رح يعرفوا عن شو عم بحكي. غير انه الجلوس بضاين، يعني انا من الاشخاص اللي عندهم هلا بفتح ساكن بلاقي كثير في جلوسات زاكس بكل الالوان، وعن جد بضاينه كل النهار عم بحكي. صحيح. وحتى الجلوس المات يعني هو صعب، ويلي اليوم كان في ماركات كتير مهمة بالحمرة المات، وكنا نكون بعشوات انه نحرج لانه كل شوية بدك يزيد الحمرة يا اما تشيلها ترجع يعني جرسة. بس زاكس عن جد كانت روعة وضاينت كل العشا، وانا يا رب اليوم مثل ما هن، لانه هي الايمج كونسلتنت وهي الميك اب ارتست تبعولي، بس كمان البرودكت بهمني لاني عم بلش استعمله. بقى كتير حلو، كتير حلو الحمرة عن جد فعلا. وخلينا نحكي شوي عن الفاونديشن والبودر يلي هلا كمان المشاهدين عم يشوفون يوميا على وجهي. صحيح. تفضل. الفاونديشن والبودر كمان بنرجع للون البشره. لون البشره مثلا تنقول عندك من براند معين، يعني براند عالميه، بتكون مجبورين يفوتوا بكل انواع البشره حول العالم. صح. يعني عندك من الايجين لليوروبيان للبلدان العربيه. ميكس. وحتى البلدان العربيه كمان مش كلها مثل بعضها. يعني عندك بشرات اغمق من بشرات. اليوم دائما نفوت بكل هالجام الكبيره حسب نحن عندنا صيف وشتاء. باي ذا واي يعني عندك فاونديشن للشتاء وواحد للصيف،
بس تقريبا معروفة بأي جام نقدر نفوت. بقى بعدين مشان ما نفوت بكل هالألوان كلها سوا قدرنا نخلق كمان ألوان جديدة مش موجودة بالسوق. يعني قدرنا نخلق ألوان للبنت اللبنانية. حلو. يعني سبيسيف وشتي. اكزاكتلي. Exactly. بس للبنت اللبنانية ألوان بشرتنا اللي نحن بدنا إياها. ما قدرنا يعني ما فتنا بالألوان الكلاسيكية الانترناشنال. اوكي. لا نحن بدنا نشوف يعني شو البنت بدها. يعني كاستمايز للبنانية. اللبنانية أما حيا لبشرة مثلنا. اللبنانية التونسية المغربية المصرية كل هالميديترانيان أما حتى البشرات اللي فينا نقول الإيطالية الإسبانية هول اللي منعيش على الميديترانيان اللي بناخد اللون بالصيفية الأسمر وبالشتوية بنرجع تفتح شوية البشرة بس إنه إجمالا تتناسب مع كل هالشيء. حلو حلو. وإذا بدنا نحكي كمان عن البلاش والرينج الكبير من الألوان اللي عن جد نحن من الجماعة اللي بخلطوا الأشياء وبعتقد كتار من البنات اللي عم يحضرونا اليوم والستات بيعملوا زيت الشيء يعني ولا مرة بيكون عندك علبة بلاش بس ساك الميك أب يعني عطوا الفاتح والغامق والضارب عروز والضارب شوي على برونز وهيك. خبرنا شوي عنهم أكثر. أوكي نحن بس مشينا بالسريع بس نقينا الألوان. كتير جربنا نكون في تكون الألوان أوموجان مع بعضها. ما خلقنا واحد إكستريم كتير عن التاني. إذا بتبلش بالأول تنقول نمبر 1 نمبر 6 أما نمبر 7 كيف تحطي ال 1 وال 7 هلقت يعني قدرنا نخلق التون أقل 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 أما أكتر 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 حسب كيف تطلعي فيه. في براندز عندك بتبلش ما تنقول من لون البشرة الغامق بتنتهي بالروز اللي عم تحكي عنه أنت. صح. الروز 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 هون ما في كتير ماتشنج. صح. بقى نحن جربنا نخفف شوي الألوان الموجودة ونحصرهم بس يكونوا كلهم أموجان مع بعضهم. صح. يعني فيك أنت قلت ما عندك اثنين مثلا اثنين أما ثلاثة خلص صار فيك تحملي واحدة exactly. فيك يا واحدة يا أما اثنين بتنين تكونوا كثير مرتاحين مع بعضهم فعلا. وهذا الشيء اللي قليل تنلاقيه بالسوق وكل الميك أب بعتقد اليوم أهم شيء كل الأشخاص اللي بحطوا ميك أب أهم شيء عندهم اليوم تكون الكاليتي منيحة لأنه بس كنا عم نحكي عن ميك أب حلو يعني ميك أب بيضاين يعني ميك أب ما بيزيت يعني ميك أب ما بتحس الست أو الصبية إنه حاطة طون ميك أب على وجهها وإنما حعاملة ميك أب حلو خارج سهرة أو خارج عشاء أو خارج غدا بس مش إنه ديل أب مثل ما بيقولوا هيدا. قديه مهم التكستشر تبعولكم وقديه عن جد الكاليتي كتير مهمة التكستشر. نحن قبل ما نبلش برودكشن عندنا تيستينج حوالي شهر لشهرين مثل ما قلت يارا بتشتغل كتير على أنواع البشرة. هي عندها زبونات حافظتهم بتعرف مين عندها حساسية على هيدي وعلى هيدي وعلى هيدي ونفس الشيء بالألوان نفس الشيء بحيالة شيء بتعمل عم نعمل تيستينج حتى في عندنا ناس مختصين بهذا الشيء لابوراتوار اللي لازم مجبورين نجرب حيلا برودكت قبل ما نعمل نفوت بالبرودكشن. هلا تنبلش فوت بالبرودكشن هو بروسس كتير طويل. صح. من العلبه للباكج وتنوصل اللي هو اهم شيء هو الكواليتي من الهايجين وايز حتى مشان ما تحبحوا مشان تتطابق مع المواصفات العالميه لانه النتيجه نحن مش عم نشتغل بس السوق اللبناني عم نجرب نطلع لبرا وفي مواصفات اوروبيه مفروض تكون كمان اكزاكت بتوصل البضاعة على الوزارة يا الصحة يا ما بعرف اي دومين بس بتنكشف على البور بتاخد سامبل وبتنكشف عليه وبنعطى كليرنس. يعني نحن 100% بنتطابق مع هيدي المواصفات وهيدي اهم شيء بالنسبة لإلي. وانا كمان بالنسبة لإلي من الاشياء المهمة غير الكواليتي ويلي كل الناس هلا بتكون عم تسأل ببيتها انه والاسعار لانه بس نعمل لونشينج لبرودكت شو ما كان بالسوق ويطلع حلو وعن جد الناس تستعمله بنعطى الهم السعر اذا غالي كتير لانه اليوم في بنات جامعة عم يحضرونا في بنات يمكن بعدهم من مدرسة بحطوا ميك اب في ستات بيوت في ستات قادرين وفي ستات عادي. قديه اليوم عن جد زاكس بالسوق كومبتيتيف من ناحية كواليتي والبرايس؟ اليوم بنتيجة السعر بيلعب دور كتير كبير. قد ما بدها تكون البراند طبعا منيحة أنا إذا السعر ما بيتناسب مع السوق ما رح يمشي ما رح يمشي. اليوم مش هقلك مثل ما بسميه أنا الشكل الشيء أسعار مدروسة وأسعار هذه ما بعتبرها. أنا بشوف اليوم شو الكوست طبعي أنا
قديش المارجن بقدر اربح فيه باقل شيء تقدر اعمل عندي يكون استمراريه بشتغل بهيدا الشيء، ما بشتغل حسب حيلا براند تاني. اكيد بهمني يكون كومبيتيتور ويمكن اوقات تكون اقل منه بكثير واوقات يمكن قريب عليه، بس حسب انا شو المارجن بقدر اشتغل فيه. وعندنا بلان هلا بزاكس كذا بلان انه نشتغل مع انت قلت تلميذ جامعات، هي عنديها شغله كثير مهمه عم جرب اشتغل عليها تنطبقها، بده يكون في سبيشال ريت لتلميذ الجامعات. حلو. مش لشجعهم يحطوا ميك اب بس لانه بتفهم انه ولا اليوم ولا بيطلع جامعه اليوم بلا بودر يعني كثير قليل، وحتى اذا بيظهروا بالويك اندز اما شيء لازم يكون عندهم اكسس مهم على ميك اب بيقدروا اذا كان افوردت مثل ما بيقولوا. بقى هذا قد الدرس حلو كثير مهم. واليوم لكل الاشخاص اللي عم يسالوا وين موجودين زاكس، موجودين بمنطقتنا اول شيء من طمنهم انه بكل فخر بكل فخر بمنطقه جديده. هيدا اللاونشينج مشان هيك اليوم الحلقه سبيسيال تنقلكم انكم موجودين بجديده. صحيح. تحديدا صحيح نحن حد ايدن اوتيل. اوكي. البنايه دغري حد ايدن اوتيل على الطريق العام هيك كثير حلوه، شيته كبيره بتجنن في كل الالوان وعن جد بتفوتوا وبتنقوا يلي بدكم اياه. واهم شيء غير انه انا عندي يارا بتنصحني بس تروحوا لهونيك في صبايا ناطرينكم حتى ينقوا انتم وياهم ميك اب يلي بيلبق اكثر على بشرتكم على الالوان يلي قريبه تستعملوها، تواحد ما يكون عم يشتري على الفاضي وانا ما يكون عم يشتري شيء عن جد بيلبق له ولقله. مرسي. نحن كثير مبسوطين فيك لانه على طول بتسافر بترجع بافكار جديده. مرسي. وفخورين انه عن جد عندنا شباب لبنانيين بنرفع الراس فيهم وين ما كان، مش بس بلبنان برا. مرسي. بس هيك بتكون عم ترجع تشجع كل الناس يلي مسافرين يرجعوا على بلدهم ياسسوا بزنس جديد حتى من الزيرو ببلشوا يقدروا يكفوا ويستمروا بهالبلد. شكرا لك جورج. كلمه اخيره مثل ما قلت اخر شيء، بشجع كل الناس ترجع لبنان، مش ترجع تعيش بلبنان، ترجع تبلش تاسس بلبنان مشان يوصل نهار من الايام، لانه ما حدا رح يعملها عنهم اذا هن ما عملوها. صح. ما حدا رح يعملها عنه. بقى بشجعهم يبلشوا بهذا الشيء. بشرف نكون كومبيتيتورز كمان لإلي. هذا شيء حلو وميرسي لكم. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك جورج زكريا. وانا بختم هالحلقه بدي اشكرك لانه بعرف انه كل هالبرودكتس اللي بتستعمل ليهم يارا او سوزي هن امضاء زاكس، واكيد المشاهدين بشوفوا النتيجه وانا بكون راضيه عنه والا ما صار لي فتره طويله بفولا بيوتي لاونج. شكرا لك جورج زكريا. هيدي كانت حلقتنا اليوم، بكره ان الله رات حلقه جديده. بنشكر باخر هالحلقه محلات هيرز بلو فولا بيوتي لاونج سوزي عقيه اليوم على الميك اب وكمال يا رزق، وبكره حلقه جديده. باي باي.